كيفن كلاين أكثر من اسم وأكثر من علامة. ولد كالفن ريتشارد كلاين في 9 نوفمبر عام 1942 في برونكس بنيويورك بالولايات المتحدة. فوالده ووليو سترين وهو الولد الثاني بين 3 أطفال، ومنذ أن كان صغيرا كان يشاهد جدته باهتمام وهي تعمل بالخياطة، وهكذا طور حبه للخياطة بكل شغف لتصبح مهنته لاحقا وليصبح من أعظم المشاهير. عندما كان في عمر الأطفال يلعبون الرياضات المختلفة، كان كالفن يقضي ساعات وهو يرسم ويخطط للتصاميم العصرية، وقد شجعته والدته حبه للموضة والفن. وبعد الانتهاء من مدرسته الابتدائية تم قبوله في المدرسة الثانوية للفن والتصميم، وبعد ذلك التحق بمعهد الموضة للتكنولوجيا في نيويورك حيث تخرج منها عام 1962. كانت أول خطوة كلاين في احتراف عالم فيلم الموضة والأزياء عام 1962 كعامل مبتدئ في دان ميليستن، والذي كان لديها دار للفساتين والأزياء. عمل بجد ليلا ونهارا بجد وحماس ليطور تصاميمه الخاصة، وفي نفس الوقت صمم لمحلات أخرى في محلات نيويورك كذلك. وفي عام 1968 تعاون مع صديقه في الطفولة باريش وارترز لتأسيس شركته الخاصة كالفن كلاين. وفي البداية كانت الشركة تقتصر على كونها متجر معاطف. بدأ كلاين أول طلبية لهم من متجر باوني ستاير، وهو متجر كبير للملابس في نيويورك. ومن المثير للاهتمام أن هذه الطلبية جاءت عن طريق الحظ، عندما نزل بائع معاطف من بونوي تايلر في الطابق الخطأ في الفندق والذي كان يقع فيه مشغل كلاين في ذات الوقت، وتجول في المشغل وشاهد أعماله، ثم قدم طلبية ضخمة بقيمة 50,000 دولار. كانت أول طلبية ناجحة للرجل. وفي عام 1901 كانت أول طلبية له ناجحة جدا، وأكسبته سمعة جيدة بين الصحافة العامة والمختصة بالموضة، كما أعجب مدير المتجر بأعماله وشجعه على توسيع مجال عمله ليشمل الأزياء الرياضية أيضا. وفي عام 1971 نمت شركة كلاين بشكل كبير، لم تعمل فقط في مجال المعاطف بل الألبسة الرياضية أيضا والسترات الرسمية الكلاسيكية وملابس داخلية في مجموعة النساء. ومع مرور الوقت أصبحت إمبراطورية كلاين ضخمة وناجحة جدا، وتضمنت تشكيلة أزياء لزبنائها من النساء تحت الطلب. حقق عمل كلاين وتفانيه في عالم الموضة أرباح اقتصادية أيضا، انطلاقا من بداية متواضعة تبلغ 10,000 دولار، وارتفعت إيرادات الشركة لتبلغ 30 مليون بحلول عام 1977. وفي ذات الوقت إلى جانب ملابس النساء كانت الشركة تعمل في مجال الأوشحة والأحذية والأحزمة والفراء والنظارات الشمسية. لم يكن كلاير ليرضى بالموجود بسهولة، فقد أقدم على خطوة جريئة لتوسيع أعماله والدخول في مجال مستحضرات التجميل جينز وملابس الرجال. ومع ذلك الوقت أصبحت إمبراطورية كلاين واحدة من علامات الأزياء الرائدة، تقدم للزبائن بمنتجات رائعة تحت اسم واحد. وفي حين كان كلاين يشاهد تقدم مشروعه العظيم، وصلت به هذه الرحلة إلى أعظم نقطة عندما أطلق الجينز الأول الخاص به، والذي أحدث ثورة في نظر الناس للموضة. تقديمه للجينز الضيق في السوق أكسبه النجاح، وعندما كان كل العالم يتحدث عن جنون مصمم الجينز، بدأ كلاين طريقه في مجال ملابس الرجال الداخلية، وحقق نجاحات في بوستكارت التي غيرت الطريقة التي ينظر بها إلى عالم ملابس الداخلية، حيث كانت الإعلانات تضم عارضي أزياء شبه عراة. في بداية الثمانينات كان متجره المتواضع قد تحول إلى إمبراطورية تضم أكثر 1200 متجر
عبر 6 بلدان مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان. وبينما كانت أنواع العطورات الشعبية تسيطر على فترة التسعينيات، وحققت روائحه الثلاثة أوبسيسيون، إترنيتي وإيسكاب نجاحا كبيرا. تم تكرين كلاين من قبل مجالس موضة مختلفة في جميع أنحاء العالم، وقد حقق جائزة كورتي المرموقة 3 مرات من 1973 وحتى 1975. وبذلك أصبح أصغر مصمم على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز، كما حصل 3 مرات على جوائز من مجالس تصميم الأجزاء الأمريكية عام 1981 و 1983 و 1993. تم تصنيفه في عام 1983 في قائمة أفضل الأزياء العالمية. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.